أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وتنامي الرغبة نحو تكريسها بما يتناسب مع راقة هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون البحريني الهندي المشترك والبناء على ما تم تحقيقه في إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين. وحيى سموه جهود القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين في استمرارية لقائهما والبحث على مجالات عديدة تتنقل العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المتبادلة نحو أفق أوسع في ضوء البيئة الاقتصادية المنفتحة والأنظمة والتشريعات التجارية الاقتصادية المشجعة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر قضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بمعالي السيد بيناري فيجان الوزير الأول لولاية كيرلا بجمهورية الهند، حيث رحب سموه بزيارة معاليه ودورها في تعزيز العلاقات البحرينية الهندية، مستذكرا سموه زيارته لولاية كيرلا عام 2013 والزيارات التي تمت لجمهورية الهند وما نتج عنها من اتفاقات تصب في مصلحة البلدين الصديقين، منوها سموه بما تشكله الهند من نموذج أسيوي متميز للتنمية الاقتصادية وما حققته على هذا الصعيد من نجاحات في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية. وخلال اللقاء استعرض سموه مع معالي الوزير الأول لولاية كيرلا التعاون البحريني الهندي، حيث أعرب عن ارتياحهما لمسار هذه العلاقات وأكد على أهمية ما يتخذناه من خطوات جادة نحو تعزيز أطر التعاون والاستفادة من النظم والتشريعات المرنة المتاحة التي تسهم في انسيابية الاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة التجارية والصناعية. من جانبه أعرب السيد بيناري فيجان عن بالغ شكره وتقديره صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على دعوة سموه له لزيارة مملكة البحرين، مؤكدا على أن هذه الدعوة تعكس اهتمام سموه بالعلاقات البحرينية الهندية ودعمها، وأشاد بما تلقاه الجالية الهندية في مملكة البحرين من احترام وتقدير جسد ما يربط الهند والبحرين من علاقات تاريخية عريقة. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بقصر قضيبية مأدوبة غذاء تكريما لمعالي السيد بيناري فيجان الوزير الأول لولاية كيرلا بجمهورية الهند والوفد المرافق له.